حقيقة الحالات المطرية الأخيرة التي أثرت على المملكة لم تكن هناك عمليات الاستمطار في هذه الفترة، والحالات المطرية كان معلن عنها بشكل واضح من قبل المركز الوطني للأرصاد من خلال التقارير التي أعلنها المركز عن تأثر مناطق المملكة بأمطار كانت في مجملها ما بين غزيرة إلى متوسطة، تأثرت بها معظم مناطق المملكة في فصل الشتاء، وهو فصل مطير على المملكة، وهي حالات اعتيادية سجلت حتى الآن أمطار متوقعة ولله الحمد، ما عدا حالات استثنائية منها الحالة المطرية التي سجلت على محافظة جدة، كانت حقيقة يعني غزيرة وفوق المعدلات المتوقعة، بالإضافة إلى أن أيضا مدينة حائل سجلت كمية أمطار تعتبر هي المدينة الثانية أو المحافظة الثانية على المملكة بتسعين مليمتر. استمرار فرص هطول الأمطار واردة بمشيئة الله، نحن كما ذكرت في فصل مطير، ونتوقع استمرار فرص تكون السحب على مناطق المملكة خلال الفترة المقبلة. لا يمكن الجزم بأنها الأعلى على مستوى المملكة، هذا الموضوع يحتاج إلى الرجوع إلى السجلات المناخية، والمرجعية في ذلك هي المركز الوطني للأرصاد من خلال سجلاته المناخية للخمسين عام الماضية. لكن حقيقة عندما ننظر إلى الحالة المطرية على محافظة جدة التي سجلت في يوم 24 كانت حقيقة مقارنة بالجانب الزمني وكمية الأمطار لهذه الحالة تعتبر الأعلى في الأربعين سنة الماضية للمنطقة، بتسجيل 182 مليمتر أو 185 مليمتر في 8 ساعات، بينما أعلى كمية أمطار سجلت على جدة كانت في عام 1970 ب 282 ملي في خلال 4 أيام. مطيرة والمنطقة الشرقية من المناطق المتأثرة وذات النصيب الجيد بالأمطار خلال هذه الفترة إن شاء الله.